نوح احد الامور اللي فيه ما يسمى مشروع الشعاع الازرق. مشروع الشعاع الازرق ده في فيديو اظن ليه. يعني احنا طب اتكلم عنه وبعدين نشوف فيديو ولا ماشي زي ما. يعني ممكن اتكلم سريع وبعدين نشوف بس هنلخص عشان لانه هو اصلا موضوع كبير. يعني مشروع الشعاع الازرق ده عباره عن يعني ده الوثائق الرسميه بتاعته لقاها يعني اللي حصل عليها صحفي اسمه سيرج مونسنت. سيرج مونسنت حصل عليها منين؟ سنه امريكي حصل عليها. وبرضه في فيديو هنشوف بعض الوثائق كمان اللي هي معلنه كمان في عصر بوش. يعني دي مش حاجه اللي هي يمكن طمس عليها او اعتبرها خرافه او كده. بس هي النقطه ان سيرج مونسنت حصل على الوثائق دي سنه 92 وتاكد يعني ان هي حقه وكذا وكذا واعلنها. وسيرج مونسنت ده تم اغتياله في سنه 96 وتقريبا اتطمس على دي وبعدين ابتدت ان هي في امور تظهرها وكذا. بس ايه الناس بتعتبرها مثلا خرافه او ما بتصدقهاش او كذا. مشروع الشعاع الازرق عباره عن مشروع من اربع خطوات لكن اهدافه الاساسيه تنتهي باقامه ما يسمى النظام العالمي الجديد. النظام العالمي الجديد ده ايه الاوجه اللي فيه؟ اولا زي ما قلنا ان الديانه ديانه موحده وهي الديانه اللوسيفريه، حكومه موحده تتبع. هو انا ممكن الفيديو رقم 2 خلينا في 2 يا جماعه. الفيديو رقم 2 ايوه كم اتفضل. ده 2 يا طب اوكي. بس انا كنت عايز اتكلم بسرعه بعدين. طب ممكن نوقفه ثانيه بس ادي فكره وبعدين نشوف. فالنقطه ان ايه ملامح النظام العالمي الجديد؟ ملامح النظام العالمي الجديد ان انت عايز ديانه موحده. اسمها ديانه الايه؟ لوسيفريه. لعباده لوسيفر. مين هو لوسيفر؟ الشيطان. زي ما قلنا ان هو الشيطان لكن هو بيعتبر نفسه اله النور او اله النور التنويري. التنويري للبشر ما شاء الله. النور التنويري يعني. وطبعا عشان يبقى فيه اله لازم يكون فيه المضاد ليه، فهم عكسوا الايه. يعني المضاد ليه زي ما قلنا اللي هو ادوناي اللي هو اله الظلام، مع ان اله ادوناي هي احد اسماء الله الحسنى في التوراه. فهو يعني هو كل حاجه عكس الايه. حكومه موحده، ديانه موحده، وبعدين حكومة موحدة. تحكم من الامم المتحده. طبعا الامم المتحده هي زي ما قلنا اهم عناصر المائده المستديره اللي اتكلمنا عليها بتاعه الالومناتي اللي هي تضم مجلس العلاقات الخارجيه ونادي روما وبيل برجرز وجورباشوف وكذا. لكن ان هي حكومه موحده هي اللي هتبقى تنضم تحت مظله الامم المتحده في النظام العالمي الجديد. تاني حاجه جيش اممي موحد، جيش العالم كله. شرطه للمليون للمليون واحد دول اللي باقيين مليار، يعني هم عايزين مليار. جيش موحد، شرطه موحده، هتندثر او يعني هيتم منع العملات الوطنيه وتبقى كل الاموال عن طريق شبكه كمبيوتريه وطبعا باستخدام الشرائح. يعني زي ما قلنا هم بيقنعوا الناس ان الشرائح عليها تاريخك المرضي وفي نفس الوقت النقد بتاعك وكذا، وبعد كده تبقى الاجهزه بانك ايه تمرر اللي هي شريحه التحكم ديت. انت مثلا عايز تحاسب يعني الفيزا كارت هتبقى في ايدي. هتبقى ايه كل ما هو خاص بيك موجود في الشريحه دي. دين تعريفك. دين واحد، حكومه واحده، عمله واحده، بوليس واحد، جيش واحد، بنك موحد يملك اقتصاد العالم. مش عامل له لان شعبيه ولا مش لكن الاهم من كده كمان بنك موحد يملك الاستنباط كله، يعني يملك بذور العالم وهو الخاص بتحديد تهجنة. يعني ما احنا قلنا خلاص أجندة القرن، احنا بنستخدم على فكرة كل الحبوب اللي بنستخدمها حول العالم دلوقتي مهجنة وليست حبوب طبيعية. انت عارفة بس انا عايز اوقف هنا عشان بس اوضح لحضرتك وللسادة المشاهدين ان احنا في بذور كثيرة جدا لأشياء كانت مصرية 100% ما كانتش موجودة الا في مصر. الورد البلدي. الورد البلدي بذوره او عقله او بتاع اختفى من مصر. الفراولة بتاعتنا البلدي. كوز العسل بتاع الإسماعيلية. القصب خد الجميل. حاجات كتيرة جدا في الأكل اختفت من عندنا بتاعتنا احنا. ودات حاجة تانية. يعني الفراولة البلدي دي اللي كانت ريحتها تبان من كيلو
دلوقتي جايبين فراوله لا لها شكل ولا لون ولا طعم ولا حاجات، فدي ضمن البذور والحاجات اللي حضرتك. لا وكمان القطن بتاعنا، القطن، اسف، القطن والذره والقمح وكل حبوب الأساسية اللي حاليا بنستخدمها دلوقتي. عملنا لك هنعمل قمح مهجنة فيعني بس عشان الأسمدة الصناعية، الأسمدة الصناعية دي كارثة. ما احنا ما هو من ضمن برضو مشروع إينوخ اللي هنتكلم فيه برضو، هنفتح إن شاء الله في موضوع الحروب البيولوجية فبنكم واحد البذور عشان العالم كله ياكل أكل للبذور ولجميع مصادر الغذاء سواء النباتية أو الحيوانية. وزي ما هم أقروا في أجندة القرن إن جميع المواشي تعالج معالجات بالهرمونات، بهرمونات النمو. وعلى فكرة ده من أحد الحاجات المثبتة في الحديث الصحيح في أثناء فتنة الدجال، يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم على أشارات إن هي في الحديث المطول بتاع الدجال، لما برضو كان في إشارة إن الإبل يوم ذاك تكفي الفئام من الناس والبقرة تكفي العشيرة أو كذا، إن هي يبقى في استخدام، يعني دي لا يمكن تحقيقها إلا باستخدام أبحاث التهجين وهرمونات النمو. وإحنا ده حصل عندنا دلوقتي، يعني إحنا البقر الكذا، المشاريع فريزيان، الكلام ده اللي بتاع اللي بيحلب 30 كيلو لبن ووزنها بيبقى 2 طن والكلام ده. تاني حاجه ان هذا البنك اللي مسيطر على مصادر الغذاء سواء النباتيه او الحيوانيه يملك برضو السيطره على الامصال، تلقيح الاطفال حول العالم، امصال الاطفال والتطعيمات وجميع الفيتامينات وجميع المواد اللي هي بتدخل جسم الانسان. يعني دي زي الافلام الخيال العلمي اللي بنشوفها كده، حتى بس على فكره هي محققه هي محققه حاليا يعني مش 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 إشي خيال، يعني هي محققة حاليا يعني. فالمهم هي النقطة، المشروع الشعاع الأزرق بينقسم لأربع خطوات أساسية، يعني ده الأهداف بتاعته اللي احنا اتكلمنا عليها. لكن الأربع خطوات الأساسية باختصار هي إيه؟ أول حاجة هي المراحل. فين اللي احنا طيب مش دلوقتي يطلع دلوقتي ولا لسه؟ طب اقول بسرعه بس بعد ما نشوف بسرعه. ما احنا يعني في كذا فيديو مهمه بس هقول بسرعه. اول مرحله هي اللي احنا فيها حاليا دلوقتي، اللي هو تمزيق كل المعارف الانسانيه والاديان، اضرب الاديان ببعضها، اعمل تشكيكات، طلع نخربه هنا وهنا وهنا، تزييف معلومات، فصل كامل للإنسان عن حقيقة دينه وأساسيات أديانه. وحتى اللي فاكرين أنهم متشددين أو متطرفين أو بتاع، كل بيبعد عن إيه؟ المنهج الرباني القويم. فالمرحلة الأولى هي اللي احنا فيها وظهرت لنا كلنا دلوقتي، اللي هو تفتيت المعتقدات من الداخل، فصل الإنسان عن تاريخه تقريبا بصورة تامة، فصل الإنسان عن المعارف، تشتيت المعلومات، اللعب بالمعلومات والغيبيات ودس، وقصد انك انت يعني بتدس في الوسط اللي بيشتغل على الغيبيات ويشد الناس. والناس دلوقتي ايه؟ تبص للناس سايبة العلم والعمل والكلام دوت، لكن تروح تفسر في مش عارفة مخطوطة مين، او حد يقول لهم لقد اتى كذا وقريب هيحصل كذا ومش عارفة ايه بتاع كذا كذا، ومين تنتوا ايه؟ ربنا قال لكم ايه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. ربنا امر بكده، ربنا اختص بعلم الغيب وامرك بالسعي في الارض والتوكل عليه. احنا دلوقتي بنبعد عن المنهج الرباني بصوره او باخرى، سواء كنا المتدينين او اللي ماشيين في السطحيه. فهي النقطه ان اللي بيحصل ده مخطط ومصروف عليه، الالهاء والبعد عن اساسيات الدين، البعد عن المعارف الحقه.